أتعبتهم الحياة وجاءت كورونا لتكمل مآسيهم. المتعففون أو ما يطلق عليهم بذوي الدخل المحدود تركوا يصارعون الحياة وحدهم دون أي التفاتة حكومية لهم، فحظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا أثقل كاهلهم وباتوا في حيرة من أمرهم، إلا من بعض الفرق التطوعية وميسوري الحال الذين كان لهم الدور الأكبر بتوزيع المعونات الغذائية. شعب متدهور، يعني حالتنا تعبانة. فرد مرة أنا من حي القاهرة، عندي عندنا أطفال، بيت إيجار 175، بيت هيكل، يعني الحكومة ما تراعي الفقير، إحنا نريد تراعي الفقير، تنطي أراضي تنطي أموال. يعني هذه الأزمة كشفت جانبا مظلم بالرغم من بزوغ جانب الأمل عن طريق أهل الخير والعديد من الفرق التطوعية، لكن بعض التجار عملوا على رفع أسعار المواد الغذائية والمستحضرات الطبية، إضافة إلى غياب مفردات البطاقة التموينية خلال هذه الأزمة، مما أثار امتعاض الأهالي مطالبين الحكومة العراقية بإطلاقها وزيادة مفرداتها، خصوصا وإن البلاد تشهد فرض حظر للتجوال بسبب فيروس كورونا. الحكومة مالتنا ما تعطي، خلي يصرفونها هاي المواد يصرفونها على الوكلاء والعالم ما تجينا. عجل هيك تجمع زين، ما خايفين على الشعب وشن طالب يصرفون الميزانية لهاي الشعب الفاطس. احنا نريد مساعدتكم، يعني نريد من الله ثم من عندكم. خوش ما والمواد يعني ما تكفي، يعني المواد حتى اذا جتنا السماوات بس ما راح تكفينا، خلص يوم يومين اسبوع تخلص تروح. الحكومة المحلية في نينوى أكدت أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها جاءت بسبب خطورة الموقف جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنها أعطت استثناءات لشرائح مختلفة من الباعة المتجولين والصيدليات وغيرهم. يعني احنا عندنا موازنة صعبة، عندنا كارثة، انتوا تشوفون ايش يصير جثث بالشوارع. فيعني مو معناته نفتح، بس انت اذا تمشي هسه احنا من الصبح للثنتين من طين بحبوح لاكثر الناس، اكثر الشرائح يعني دي تشتغل، الباعة المحلات غيرهم دي يشتغلون، بس ما نفلتها فد مرة ما نقدر، لابد ان نخلي ضوابط. غياب الدور الحكومي في انتشال العوائل المتعففة دفع الفرق التطوعية والمنظمات الإنسانية إلى لعب دور كبير من خلال توزيع السلال الغذائية والمعونات المادية على العائلات، وأثبتوا موقفا بطولي في ظل هذه الأزمة. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.